وده على اساس يؤدي الخدمه العسكريه بتاعته. فمصيبه كده يعني. احنا من شلتين حق، ربنا يدينا حقه ان شاء الله. لا شهيد، وربنا ان شاء الله يخلص له حقه باذن الله. نطلب لنا طلب من المحافظ او من الوزاره، بحيث انه مع اخوه على اساس انه واخد دبلوم، على اساس يشوفوا له عمل يعني، بس يساعد والده ويساعد والدته واخواته. احنا نطلب من السيد المحافظ او اي وزير من الوزراء المسؤولين اخوه واخد دبلوم، بحيث يشوفوا له عمل على اساس يساعد والده ووالدته واخواته. تعيين اخوه في اي وظيفه حكوميه على اساس يساعد والده ووالدته واخواته. عبد الرحمن كان هو العائل الوحيد الاخلاق المستوى الرفيع ومن زينة الشباب، من زينة الشباب القرية عبد الرحمن. يعني ما رجل مستقيم وملتزم ومن زينة الشباب. اخر مرة اتكلم من يومين، كنت انا في القاهرة، كلم عمه وقال ان شاء الله هناخذ اجازة وهنجي البلد ان شاء الله. يعني ما حصلش نصيبه، دي إرادة الله. هو كلم الحوار انه خلاص يا والدنا قربنا ناخذ الاجازه وننزل ان شاء الله، وعلى اساس انه فاضل لنا فتره بسيطه ويطلع من الجيش. الاوضاع ان شاء الله ربنا يصلح حال مصر جميعا ان شاء الله. ما بتكلمش عن الوضع في الجيش ولا بتكلمش، الراجل بيأدي الخدمه العسكريه اللي عليه ومنتظر يطلع ويشوف اكل عيشه يعني. هو ما كان فاضل، هو دخل واخد دبلوم وخد سنتين، باقي له كان 3 شهور مع اول 7، لانه هو المسؤول حاليا عن الدوله. مش عايزين المسلسل ده يستمر، مسلسل لا نهايه مش عايزينه. عايز يلم البلد، وهو في استطاعته انه يلم الدوله. يعني في حصل، احنا عندنا في الصعيد لما تحصل مشكله مع عائلتين يروح المحاكم يقعد يستمر سنين، وفي النهايه يقعد على. فنطلب من السيادة المشير ان شاء الله هو في استطاعته انه يعني يلم الدوله ويحافظ على الدوله. المطلب من المشير ان شاء الله. اجره من عند الله. ربنا يدي له اجر ان شاء الله. هو مات شهيد في سبيل خدمه الوطن.